الجيش المصري. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. تعيش مصر وأبناؤها من رجال القوات المسلحة أياما مجيدة يشعر فيها المواطن بالفخر والعزة تجاه وطنه لما يتحقق من إنجازات تزهو بها الأوطان والشعوب، من بينها المشروعات التي تم تشييدها وافتتاحها مؤخرا بمختلف محافظات الجمهورية. فالمصريون على موعد مع مشروعات جديدة عملاقة تمنح الثقة للمواطن في قيادته السياسية وفي جيشه الباسل الذي لا يدخر جهدا من أجل المساهمة في مشروعات التنمية ولا يلين في مواجهة الأعداء، وسيظل حصن أمان للوطن في معركته ضد الإرهاب الذي يسعى دائما للنيل من خيرة شباب مصر من الضباط والجنود غير آبه بحرمة الدم. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة وحصاد الجيش المصري في أسبوع. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه، أشاد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والأمني بين البلدين. كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء والبروتوكول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة والملحق العسكري البوركيني بالقاهرة. احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدورة الأولى من الفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل. تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري. أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديرا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية. وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيا لهم التوفيق في المستقبل، مشيرا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.
مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية. وقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية في المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة. كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري. واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راق خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية. حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة النقل. في النهاية نقول إن ما صنعه الشعب المصري العظيم وقوته المسلحة من إنجازات يكاد يكون مستحيلاً، كما أنه يضرب أعناق المشككين وأوهام المتربصين، ولكنه مجرد بداية لحلم رئيس، رئيس يؤمن بشعبه وشعب قادر على اجتياز المحن طالما وجد من هو قادر على قيادته. عاشت مصر دائماً حرة مستقرة، وحفظ الله مصر أرضاً وشعباً وجيشاً.